تمكنت قطعات جهاز مخفف الإرهاب من فتح ممرات آمنة لخروج العوائل النازحة من مناطق تل الرمان ومناطق اليرموك والمناطق المحاذية لها ومناطق المامون. عدد النازحين الحالي اللي تسفر من هذا الموقع موقعنا ما يقارب 20,000 نازح، أرسلناهم إلى منطقة حمام العليل ومعسكرات الإيواء الأخرى. احنا بصراحة نشكر قناة الموصلية لأنه تابعتنا ورافقتنا في كل الأحداث الجارية وأيضا تغطية مباشرة من مواقع الأحداث مع قطعات جهاز مكافحة الإرهاب. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. حجية يسلمك أبوي. الله يعافيك. من جاي الحجية؟ من مامون. الله من مامون. إي والله يا الله. من وصلكم القوات الأمنية خلصتكم؟ نعم نعم، القوات الأمنية الله يحفظهم إن شاء الله وينطيهم ويستر عليهم يرجعهم لأهاليتهم أبويا إن شاء الله. إحنا بخدمتكم حجية. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك عين. الله يسلمك ويوفقكم إن شاء الله. نشكر القوات الأمنية ونشكر جهاز مكافحة الإرهاب والموصلية، وجزاكم الله خير ورحم الله والديكم وحررتونا من داعش. والله لكنا موتونا بالرعب. والله صارنا 3 أيام 4 أيام ميتين من الرعب. من الخوف. من المامون. من المامون. اي والله. ورحم الله والديكم وجزاكم الله خير. كما تشاهدون اليوم نحن في مفرق حمام العليل. هذه النقطة أيضا نقطة نازحين من الجانب الأيمن. لحد اليوم ما يقارب 35,000 نازح تحركوا من هذه النقطة. نطالب الحكومة المركزية أن تستعجل بإجراءات فتح مخيمات جديدة أو فتح مجالات لإيواء النازحين، لأنه خلال الأيام القليلة القادمة ستكون لدينا أعداد هائلة من النازحين. سنكون أمام كارثة إذا لم تستعجل الحكومة المركزية والحكومة المحلية. نطلب تواجد كل الوزارات في هذه النقطة. هذه نقطة مركزية يتم التدقيق الأمني ومن ثم نقلهم إلى المخيمات حسب العنوات الواردة إلينا. المخيمات اللي موجودة في منطقة القيارة كلها قبضت بشكل كامل، لذلك علينا أن نجد بدلاء لهذه المخيمات لأن أهالينا ويستحقون أن نقوم بخدمتهم. I
يقوم الفريق المشترك للإشراف على عمليات الإجلاء وتقديم الإغاثة للنازحين المشكل بأمر ديواني من رئاسة الوزراء برئاسة الفريق الركن باسم الطائي، وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الدفاع بتقديم الخدمة الكاملة للنازحين ونقلهم من الخطوط الأمامية إلى المناطق الآمنة ومن ثم إلى مراكز التدقيق الأمني وبعد ذلك إلى مراكز الإيواء في المخيمات. حاليا لحد هذا اليوم بحدود 35 ألف نازح تم نقلهم إلى مراكز الإيواء. اللي يرغب يدخل إلى مركز الإيواء المخيم، واللي يرغب بأن يكون يتوجه إلى أقاربه ومناطق السكنية المحررة فهذه تبقى عند رغبة النازح.